السلام عليكم. دلوقتي لو انا عندي string او عندي متغير في قيمة، وليكن مثلا هنقول انه في قيمة مثلا welcome world، welcome world. اوكي، طيب انا عايز اطبعها بس كلها كابيتال، فاقول له اطبع، وبعد كده هقول له ابر، اكس. تمام. طيب لو عايزها لور اقول له لور اكس. تمام، خلينا نخلي اول حاجة هنا كابيتال، وده ويلكم وورلد او هالو وورلد. تمام، وهشغل الابر هتخليها كلها كابيتال، واللور هتخليها كلها سمول. تمام. طب لو انا عايز جزء من الاكس، يعني مش عايز الاكس كلها، اقول له اطبع لي ليفت الاكس، عايز بس حرفين منهم، اجيب له اول حرفين. طب اول 5 حروف، يروح جاب لي اول 5 حروف. نفس الكلام برضو لو طبقناه على شاشة الدوس من هنا، المخرجات هي هي. طيب لو انا عندي متغير وليكن نسميه مثلا وورلد، ده فيه مثلا خليها هلو وورلد، اوكي. طيب لو جينا هنا قلنا له انا عايز اعمل سبستراكت، يعني انا عايز جزء من الكلام ده مش كل الكلام. تمام، هقول له سبستراكت اللي هي ديت. تمام، انا عايزك تاخد المتغير اللي اسمه وورد. تمام، وعايزك تاخد منه من اول حرف رقم 6. تمام، تاخد 4 حروف، 5 حروف. تمام، يعني هو هيبدأ يمشي 6 حروف وبعد كده ياخد 5 حروف. بيقول لي في مشكلة هنا، تعال نشوف المشكلة. وورد في سطر 19، المتغير دوت، هي دي علامة تساوي، كتبت غلط. تمام، طيب شغل. خد من اول هنا 6 حروف، 1 2 3 4 5 6، راح واخد وورلد. طيب خليني ياخد 6 حروف، هو تقريبا في هنا مسافتين 7. طيب لو انا دلوقتي عايز ادور على كلمة معينة، عايز اعرف دي الحرف رقم كام، فاقول له نفس الدالة اللي هي سبستراكت، اقول له المتغير اللي هو اسمه وورد. تمام، انا عايز ادور على حاجة معينة فيه، وليكن مثلا كلمة وورلد، وورلد اشغل، هيقول لي ده رقم 7. هو عد 1 2 3 4 5، والفراغ ده كده يبقى ده 7. تمام، طيب. طب لو عايز اعمل ريبليس، ممكن اقول له اعمل لي ريبليس، خلينا ناخد دي كلها كده، اقول له دور لي على كلمة وورلت واعمل لها ريبليس مع كلمة ايجيبت مثلا. ايجيبت، خلينا نعمل، راح شاف كلمة وورلد فين وعمل لها ريبليس وكتب ايجيبت بدلها، فبقت الجملة كلها هلو ايجيبت. تمام، طيب خلينا نشوف الليست اللي هي ايه الليست ديت. لو انا عايز الغي منها كلمة، اقول مثلا ديل اطبع لي ايه ليست،
تمام، بس الغي لي منها رقم 2 مثلا، تمام، ديل هيشوف رقم 2 من الليست دي ويروح لغيها. خلينا نقول بعد كده اطبع ليست، الليست اهو، طبع النيم وطبع الكاونتري وشل اللي في النص، شل اللي هي الجوب دي لانها رقم 2.